بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أعزائي المشاهدين، من الشبه التي أثارها الكفار قديما هي أن عمارة البيت الحرام أفضل من الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله. وقد تولى القرآن الكريم الرد على هذه الفرية، وسبب هذه الشبه أن العباس ابن عبد المطلب قبل أن يسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: نحن نسقي الحجيج، وكانت لهم السقاية، وبعضهم كانت لهم الرفادة، وبعضهم كانت لهم سدنة البيت الحرام، هم الذين مسؤولون عن كسوة الكعبة، أما العباس فقد كان له سقاية الحجيج وإطعامهم. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يعني لا داعي للإسلام أو الإيمان، فأنا أقوم بسقاية الحجيج، وهذا الأجر يعدل أجر من آمن بالله واليوم الآخر أو من أسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية ردت على هذه الشبهة بأنه ليس بعد الكفر ذنب، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يوما ما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان كانت له جفان، ربما الراكب على ناقته يأكل منها، والجفنة معروفة، هو كان يضعها للقادمين من السفر في الطريق حتى يأكلون. فذكرت عائشة رضي الله عنها عبد الله بن جدعان وكرم عبد الله بن جدعان، فكيف كان حاله؟ قال: أما إنه لو قال لا إله إلا الله لنفعه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عمه عبد المطلب، عمه أقصد أبو طالب، دخل النبي على عمه أبي طالب، وبعد ذلك أخذ يراوده حتى يتلفظ بالشهادة، فيقول: يا عماه قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فلم يرددها عبد المطلب، ولذلك كان أبو طالب من أصحاب الجحيم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وهو أخف أهل النار عذابا. هل نفعه دفاعه عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ونفعه ما كان يفعله؟ لم ينفعه، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلا ينفع مع عدم الإيمان شيء، ولو أن الإنسان أنفق ما في الأرض جميعا فإن ذلك لا ينفعه، مصداقا لقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. هنالك تفاوت في الأعمال، تفاوت بين من قصد وجه الله عز وجل ومن آمن وجاهد في سبيل الله. ولذلك قال العلماء: إن أهل الجاهلية إنما كانوا يفتخرون بالبيت الحرام، وكانوا يعدون أنفسهم أنهم هم سند البيت الحرام، وكل ذلك لم ينفعهم. قال تبارك وتعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون. هم لم يقصدوا السقاية بوجهها الصحيح، لأنهم لو قصدوها لآمنوا بالله، ولو قصدوا الرفادة بوجهها الصحيح لآمنوا بالله، ولو قصدوا سدنة الكعبة وحماية بيت الله الحرام لآمنوا برب هذا البيت. لذلك قال تبارك وتعالى حاكيا عن هؤلاء: مستكبرين به. إنما كان حالهم الاستكبار في البيت الحرام، وبه يعود إلى البيت الحرام، يعني مستكبرين بهذا البيت، تفتخرون به، سامرا تتحدثون به بالليل بينكم وبين يعني إخوانكم وبين أهليكم، تهجرون وتهجرون، تقولون القول الهجر أو القول الهجر، وهو القول البذيء، وكل ذلك فعلوه في البيت الحرام.
فالله عز وجل لا يسوي بين هذا وبين من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.